حيدوا علينا سنانا حيدوا علينا سنانا والحق سنانا ولا حماد القاضية ولا حماد القاضية في البداية أشكر قناة أشواقع لتغطيتها لهذا الحدث الهام الذي يتمثل في هذه الوقفة وهذا الإضراب لهذا اليوم والذي دعا إليه المكتب الإقليمي الجامعة الوطنية للتعليم تحت لواء اتحاد المغربي الشغل. تأتي هذه الوقفة في سياق ما يجري حاليا من انتهاكات لحقوق رجال التعليم، سواء هذه الانتهاكات أمنية أو تتعلق بالحقوق الدستورية. وكما تعلمون في الآونة الأخيرة شهدت المؤسسات التعليمية أحداث تخريبية طالت المؤسسة وطالت العاملين بها. لذا في هذه الوقفة نندد بهذه السلوكات ونحمل المسؤولين الأمنيين للوقوف بجنب رجال التعليم وتأمين المؤسسة، لأنها هي مؤسسة الدولة من جهة، وهي مؤسسة دورها معروف وهو التوعية والتعليم والتربية، فعيب علينا أن نهدم شيئا منها أو نخرب ما يوجد بها. هذا من ناحية الأمن. ومن ناحية أخرى، أنتم تعرفون بأن رجال التعليم تكاثرت هذه الأيام مجموعة من المطالب الفئوية، حيث لا يسمح السياق لذكرها بكلها، ولكن كما تشاهدون أن اللافتات هي شاهدة عليها الآن. بين المطالب التي نرفعها في هذه الوقفة وهو مطلب إدماج الفوري للأطر التعليمية الذين فرض عليهم التعاقل، فهذا المطلب أساسي وحقهم مشروع، وهو الإدماج في مسلك الوظيفة العمومية، نظام الأساسي للوظيفة العمومية. كذلك هناك مطالب أخرى تتعلق بالزنازين، زنزانة 10. هذه الفئة تضررت كثيرا وينتظرون إدماجهم في السلم 11. كذلك عندنا سلم الأطر سلم 11 ينتظرون، خاصة بالتعليم الابتدائي، كيطالبوا كذلك إدماجهم بخارج سلم إسوة بزملائهم في التعليم الثانوي. كذلك هناك مطالب أخرى تتعلق بأطر الدعم التربوي والاجتماعي التي تنتظر منذ مدة طويلة، وهي أن يتم إنصافهم، لهم مطالب يتم إنصافهم. أضف إلى ذلك المساعدين التقنيين، ملحق الاقتصاد والإدارة. هناك مطالب أخرى كثيرة لا يسعني الوقت لذكرها كلها. أنتم الآن يمكنكم أن تلقوا نظرة على اللافتات. أضف إلى ذلك أننا كرجال التعليم الآن افتقدنا واحد الحق أساسي في الدستور، وهو الحق في الإضراب. كما تعلمون سابقا رجل التعليم كان يحضر الوقفات ويشارك في الإضرابات، ولكن الآن أصبح في المنزل. لماذا؟ لأنه عنده تخوف من أن يتم اقتطاع الأجرة دياله، علما بأن الإضراب هو حق دستوري يكفله الدستور. فعيب على المسؤولين أن يتم انتزاع هذا الحق لرجل التعليم الذي نعول على هذا رجل التعليم باش يصبح رافعة. احنا كنعرفوا رجال التعليم أو الأسرة التعليمية هي الفئة التي نعول عليها في تقدم الشعوب، كما تعلمون في الدول المتقدمة. إذا هذه الفئة إذا تضررت، فأقول من هذا المنبر
ستكون النهاية نهاية لا يمكن أن ينتظرها أي أحد. إذن هذا التوتر يجب أن يتدخل المسؤولون لتخفيف على الأقل بالتخفيف منه. نحن نعرف بأن الحوار مفتوح، ولكن كل هذه المطالب لقد تم التسويف فيها، تسويفها. إذن الخطاب التسويف الذي أصبحنا نسمعه في كل يوم، ولهذا فنحن واقفون هنا في إطار جامعة الوطنية للتعليم، ونقول من هذا المنبر بأننا سنظل وراء هذه المطالب مهما كلفنا الأمر. نحن نعرف بأننا مقموعون، ويمكن أن تطالنا الاعتقالات ويمكن هذا، ولكن يبقى الحق هو حقنا. وشكرا لقناة أشواق على هذه التغطية. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جينا في إطار الوقفة الاحتجاجية، إطار نقابة الاتحاد المغربي للشغل، كنعبروا على الاستنكار ديالنا وعلى مجموعة من صراحة من الأفعال اللي قامت بها مؤخرا الوزارة التربية والتعليم تجاه أطر الأكاديمية. النقطة الثانية هي مسألة ديال السنتين ديال التكوين داخل المركز، داخل المراكز، لان كانت عندنا الاكاديميه كانت موعده بان سنتين ديال التكوين لاطر الدعم التربوي والاجتماعي والاداري، لكن نتفاجئ بان يعني الغات السنه الثانيه وفقط اكتفت بسنه واحده وبدون يعني اي مبرر، بدون اي تقديمات، بدون اي شيء. وشكرا. الحمد لله ما دمنا متشبثين بها ومطالبين بها. اسم زدين بوعيد، اطار دعم الاجتماعي طنجة أصيلة. اليوم نحن في هذه الوقفة نندد بمختلف أشكال العنف التي مورست على الأسد، سواء من طرف السلطات أو العنف الذي يمارس في محيط المؤسسة أو داخل المؤسسات التعليمية. اليوم المدرسة المغربية تعيش من هذا التماطل، وندعو الوزارة والجهات المسؤولة أن تستجيب للمطالب ديال الشغيلات التعليمية. كفئة ديال أطر الدعم الاجتماعي والتربوي بمدينة طنجة أصيلة لدينا إكراهات كثيرة بما فيها يعني المسار المهني. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.